Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just to lean the family. Credit cards and... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعالى كيف حالكم أصدقاء. أتمنى أن تكونوا بتم الصحة والعافية. اليوم عدت لكم من جديد بحلقة جديدة إن شاء الله من لعبة كنت قد لعبتها من السابق لكنني لم أكملها. اليوم سوف أعود إليها إن شاء الله والتي هي WWE 2K للأندرويد. طبعا قمت بعمل كريت لأحد اللاعبين وهو الأسطورة WWE أندريا ذا ليجند. لمن لا يعلمه هو أندريا العملاق والذي هو أسطورة الأولى في WWE، يعني هو أسطورة أكثر من الأندرتيكر. حسناً اليوم سوف نصارع على لقب أمريكا ضد روسيف في مباراة تحطيم الكراسي والطاولات إن شاء الله. مان إيفنت، بسم الله الرحمن الرحيم. ها هو الأندرتيكر في الصورة. في هذه المباراة سوف نبارز على لقب WWE أمريكا. نعم، وسوف نقوم بالتقدم من أجل نعم من أجل تفادي الكوبي رايت للأغاني. هي بسرعة، لأنه كما تعلمون في الكوبي رايت سيتم وضعه لكم في حالة وضع أي أغنية. هي بسرعة بسرعة بسرعة. كما تسمعون الأغنية ما زالت موجودة. جيد، بسم الله الرحمن الرحيم سوف نبدأ. ها هو أندريا ليجند. الجميع يعلم بأن أول ضربة لنا، أول ضربة. نعم لقد قام بضربنا ونحن نتفرج. جيد، سبيرز، نعم التي هي خاصة برومر دانز. الآن سوف نريه كيف سيكون القتال. هيا الآن سوف نحضر الكرسي. نعم الكرسي، دعه يأتي يا أندريا. جيد، لقد قمنا بالقضاء عليه هذه المرة. الآن أحضر الكرسي. هيا بسرعة اضربه. نعم لقد اخطأنا. هيا 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 هيا. هيا 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 هيا. نعم ولقد استطعنا. هيا جيد، الحركة التي أحبها. جيد، الآن سوف نأخذ هذا الكرسي. دعه يأتي. جيد، هيا. ها قد أتت الضربة الشهيرة. حسنا هيا. نعم لقد قمنا بضربه. الآن سوف واحد اثنان. لقد فلت. نعم لقد فلت. هيا هيا يا أندريا. لم يبقى إلا القليل. كما ترون هناك علم روسيا الخاص بروسيف، فكما تعلمون روسيف روسي. نعم لقد تم إنقاذه. عليه ألا يضربنا. هيا 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 قم بضربه. جيد، ضربة واحدة وسوف نقضي عليه. هيا جيد. هيا
ها قد جاءت. حسنا سوف نحاول. الضربة القاضية الآن. جيد، الآن سوف نقوم بعمل تثبيت له. واحد اثنان ثلاثة. وأندريا ليجند بطل أمريكا لأول مرة. نعم لقد أصبحنا أبطال أمريكا الآن. واو، أندريا ليجند يعود من الموت ليصبح بطل أمريكا في المين إيفنت، أندريا يونايتد ستيت تشامبيون شيب. نعم أصبحنا أبطال أمريكا، أبطال الولايات المتحدة الأمريكية. نعم وفزنا على روسيف في المباراة التي كانت على اللقب. نعم ولقد صعدنا إلى المركز الخامس عشر كما ترون. هناك راندي أورتن حسناً لأول مرة يفوز أندريا ليجند بلقب الولايات المتحدة الأمريكية بعد العودة من الموت. لمن شاهد WWE في التسعينات يعلم من هو أندريا ليجند أو أندريا العملاق الذي لم يخسر أي مباراة. نعم ودخل في عداوة مع هولك هوغن. هناك العديد من الأشخاص من يعرفونه، يوجد فيديوهات له، لكن للأسف شركة WWE أساءت له في يوم وفاته ولم تقم بتوقيف المباريات، بل العكس بل قامت بلعبها كأنه لم يحدث أي شيء، لكنهم مع السنين قاموا بتكريمه وتعيينه كبطل أو أسطورة من أساطير WWE والعديد يعلم ذلك. انتظرنا كثيرا أليس كذلك؟ حسنا الآن سيكون اللقب القادم هو لقب القارات. نعم وين ذا انترناشونال تشامبيونز شيب تايتل. حسنا من سنبارز؟ هل دين أمبروز؟ نعم أندريا ذا ليجند ضد دين أمبروز أو ذا شيلد، فكما تعلمون لقد عادوا. حسنا ها هو علينا التقدم بسرعة، لا أريد أن أسمع أي أغنية. هيا سوف ندافع عن لقبنا لأول مرة. نعم أندريا ليجند يدخل في معركة للحفاظ على لقبه. هيا 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 بسرعة. حسنا أندريا ليجند ضد دين أمبروز. أراد أن يغدر بي. جيد أول ضربة. أندريا ليجند يهاجم. الآن سوف يرى ماذا سنفعل به. أحمق. جيد جيد جيد. أوه نعم لقد فتك بنا من جديد. واو هو قوي جدا. وللمرة الثانية.
هو كذلك يقوم. تعال إلى هنا. اثبت. واو، واو، لقد أخطأنا. علينا أن نحذر الآن. هيا 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 هيا، جيد، الآن سوف نقضي عليه. هيا هيا، جيد، هيا، من جديد من جديد. ها قد جاءت الضربة القاضية. وان، لم نكمل العد. جيد، لم نكملها أيضا. واحد، اثنان، لقد استفاق. هيا هيا، قم من جديد. واحد، لقد، نعم، جيد، هيا من جديد يا أندريا. قد جاءت الضربة القاضية الآن. واحد، اثنان، لا 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 لا، لا. الآن سوف نريك يا أمبروز. جيد، الآن سوف نثبته. واحد، اثنان، ثلاثة، ولقد فزنا عليه وحافظنا على لقبنا WWE Championship United States، وليس Championship. نعم، تحصلنا على لباس ذا الشيلد وانتقلنا للمركز الرابع عشر. وإلى هنا تنتهي الحلقة الخاصة بنا. إذا عجبتكم الحلقة فلا تنسوا دعمنا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. وبيس.